كنا اتكلمنا في حلقة ماضية عن مدينة الشيخ زايد وجمالها، واللي بتصنف كواحدة من أرقى المدن الجديدة، وبتمتاز بأكبر الكومباوندات لأهم وأكبر المطورين العقاريين. النهاردة هتكون معانا أو موجودين مع شركة الشرقية للتطوير العقاري من داخل مشروعهم الجديد كومباوند جينوفا ويست بالشيخ زايد، علشان نشوف على أرض الواقع إنشاء المشروع خطوة بخطوة. خلونا نشوف التقرير ونرجع نستكمل باقي فقرتنا. مشاهدينا، زي ما عودنا حضراتكم دائما وحرصا منا على تقديم كل ما هو جديد ومتميز في عالم البناء، النهاردة بنعرض على حضراتكم وبنقدم لكم واحدة من التجارب المعمارية الجديدة والمتفردة في عالم البناء، واحد من المشروعات السكنية الواعدة في عالم المعمار، وأحد إبداعات شركة إسترن أو شركة الشرقية للمقاولات والتطوير العقاري، وأيضا هي أحد الشركات الرائدة في هذا المجال. النهاردة إحنا بنقدم لحضراتكم المشروع السكني أو كومباوند جينوفا الشيخ زايد، واحد من المشروعات السكنية والمعمارية المتميزة والمتفردة لكل من يبحث عن بيت حديث وعصري بتتوافر فيه كل سبل الراحة والأمان والرفاهية والرقي. النهاردة شركة إسترن أو شركة الشرقية للمقاولات بتقدم هذه المفاجأة لعملائها ومتابعيها. خليكم معانا، هناخد حضراتكم في جولة داخل موقع العمل الخاص بهذا المشروع عشان نتعرف ونتابع مع حضراتكم الموقف الإنشائي وأيضا يعني المراحل الأولية لبناء وتشييد هذا الكومباوند. أرجوكم تابعونا. ما اتكلمنا ايه اللي بيجرى هنا على داخل الارض؟ يمكن احنا موجودين دلوقتي في موقع العمل الخاص بمشروع المشروع السكني او كومباوند جينوفا الشيخ زايد. عايزين نوري للمشاهد او المتابعين، متابعينا من المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي، ايه اللي بيجرى داخل الكومباوند الان، المراحل الاوليه لعمليه انشاء وتشييد هذا الكومباوند. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدأنا في المشروع ده من اول 2019، بدأنا فيه في تقديم المخططات لهيئة المجتمعات العمرانية ودراسة المشروع بالكامل، وتم بحمد الله الاعتماد النهائي للمخطط العام وللموقع والموافقات النهائية، وبالتالي بدأنا احنا دلوقتي زي ما حضرتك شايف كده على الارض الواقع ان احنا بدأنا نعمل اعمال التسوية والطرق، وهنبدأ بإذن الله من الشهر المقبل بعون الله في اعمال الحفر والإحلال، وبإذن الله في الخطة الزمنية اللي احنا مخططينها في الشركة بإذن الله بان احنا هنبدأ انشاءات من شهر 6 القادم بإذن الله، ولكي يتم تسليم المشروع نهائيا في يونيو 2024. كلمنا يا فندم عن تاريخ الشركة في مجال المقاولات والتطوير العقاري، عمرها في السوق قد ايه؟ ايه اللي قامت بيه من انجازات ومن مشاريع خاصة بالبناء وبالتطوير العقاري؟ حضرتك، الشركة قامت سنة 1981، اللي مؤسس الشركة والدي الله يرحمه طلعت أبو النصر، وهي كانت قايمة على أعمال تقسيم الأراضي والتجارة والعقارات والمقاولات العامة. بالتالي كنا واخدين فيها شوط كبير لحد 2015، اول ما بدانا نخطط بان احنا نستغل الاراضي المملوكه للشركه الى في التطوير العقاري، في بحيث ان احنا نكون بنساهم مع الدوله في التطوير المدن الجديده. وبفضل الله تم زي ما حضرتك شايف دلوقتي اهو، بدانا اعمال التطوير، وده يعتبر من اوائل المشروعات للشركه في التطوير العقاري. كنا من قبل شغالين في المملوكة
المقاولات وفي الاعمال البناء والتشييد، وكنا شغالين في تقسيم الاراضي وفي التجاره وفي التجاره العامه. ودخلنا من 2015 بفضل الله في مجال التطوير، وبفضل الله الحمد لله دلوقتي بدانا في اعمال التنفيذ لاعمال المشروع. بصراحة أنا المشروع أول ما دخلت شدني موقعه بشكل كبير جدا، يمكن الموقع متميز أو ده يعني شايفينه بشكل ملحوظ جدا. كلمني يا فندم عن موقع المشروع، إيه أهم ما يميز؟ حضرتك الموقع ده اللي بيميزه أصلا إن هو يعتبر هيبقى في أقرب منطقة في الشيخ زايد وأفضل مناطق الشيخ زايد، وبالتالي حضرتك اللي شجعنا الفترة اللي فاتت بإن احنا نبدأ الإنشاءات في الموقع. زي ما حضرتك شايف هنا على ورانا جنة مصر، وهنا جنة مصر برضو، وده طبعا دور أساسي مشاريع جنة مصر المقاولات. المقاولات جنة مصر الخاصة بوزارة الإسكان دي اللي شجعت المستثمرين سواء احنا سواء كبار المطورين ان هم يبدأوا بالإنشاءات وبالأعمال هنا. وزي ما حضرتك شايف هم ما شاء الله بدأنا يعني الشوارع اشتغلت، المباني بدأت تتسلم بتاعت جنة مصر، وبالتالي احنا داخلين الفترة اللي جاية كلنا عشان خاطر بإذن الله نقوم بالمربع كله. زي ما حضرتك شايف مربع حيوي جنبك اسكندرية الصحراوي، كارفور، دندي، جنب حضرتك الناحية التانية هايبر ماركت وقريب من الشيخ زايد. المشروع بيقع على ثلاث شوارع رئيسية، منهم شارع 45 ده امتداد الشيخ، ده المنطقة ده اسمه شارع المنطقة الاستثمارية لامتداد الشيخ زايد، ده حضرتك قادم من هايبر 1 إلى الصحراوي، ده شارع عرضه 32 متر وواقع الأرض على شارعين آخرين محاور 21 متر من يمينها 21 متر من شمالها. المشروع زي ما حضرتك شايف كده عندنا فيه ثلاث بوابات، بوابة رئيسية خاصة بدخول الخدمات، ده هيبقى على الشارع الرئيسي وده اللي هيبقى على الشارع 32 متر، وفي بوابتين تانية دخول في الشوارع الجانبية ما بين شارع 21 متر ما بيننا وما بين جنة مصر، وفي شارع هناك برضو في 21 متر من عند برضو جنة مصر الناحية التانية. المشروع عندنا بادئ عندنا من 25% دي مساحة الكومباوند إنشاءات، و75% من الكومباوند كله لاندسكيب وطرق. حضرتك احنا بنراعي في المشروع ان يبقى خدماته كتير، وفي نفس الوقت نقدر نراعي بيها جميع العملاء، وفي نفس الوقت ان احنا يعني ما نزودش في الخدمات اللي بتخلي المشروع يبقى زحمه او دوشه، بحيث ان العملاء ده مشروع يبقى سكني راقي، بحيث ان العميل عندنا يبقى عنده راحه نفسيه وهو ساكن. وبنراعي في التصميمات دايما بانها تبقى تصميمات قويه ومتقاربه مع السوق وبتبقى الافضل وباعلى جوده، ونوصل دايما المشروع يبقى احسن تميز في المربع الحالي. ان العميل ممكن يستلم وحدته في خلال قد ايه؟ يعني طبعا هي وحده كامله التشطيب. اول استلامات في 2024 باذن رب العالمين. احنا عاملين كده اول استلامات في 2024 ان شاء الله. احنا مدخلين دلوقتي حضرتك بنجهز لتدخيل التراخيص، هندخل التراخيص، تراخيص باذن الله ما تاخدش وقت خالص، مجرد ما بتوع كل سيادتك اللي شايفينهم موجودين دول مقاولين. احنا بقى كمان عملنا حركه كويسه ان احنا جبنا مجموعه مقاولين لكل مجموعه واخده مجموعه عمارات، كل واحد واخد مجموعه عمارات، كل واحد سرعه العمل يعني. بحيث ان انا المشروع بتاعي بيطلع مره واحده، يعني السكيلتون بيطلع مره واحده، يبقى انا مش معتمد على واحد لو وقع هنا ما يعمل، لا انا معتمد على كذا واحد بحيث ان هو بيشتغل. واللي انت شفتهم دول كلهم مقاولين محترمه جدا، ناس محترمين جدا جدا، وناس شفت شغلهم بيعملوا شغل على مستوى عالي جدا. لو اتكلمنا عن طبيعه الكومباوند نفسه، مساحته قد ايه يا فندم؟ المساحه تروح مساحته قد ايه؟ احنا مساحتنا كانت 40 فدان اساسا، اتنزلنا عن 20 فدان زي القانون ما بيقول لهيئه المجتمعات العمرانيه، واصبح ان احنا عندنا 20 فدان هي بتاعتنا مساحه الكومباوند. الميزه اللي عندنا كمان غير يميننا وشمالنا خالص، ان انا هنا لما كتبنا العقد مع هيئه المجتمعات سيادتك ان العقد بقت ملك ما عليناش فلوس. فانا عشان كده انا بيع، انا مش محتاج ابيع دلوقتي، انا هطلع الاول وبعدين ابيع، لان انا الناس بتشتري، حضرتك بتبيع عشان تلم فلوس تدفع القسط او المقدم. انا بالنسبه لي لا، انا مش عايز، ما عنديش فلوس في الارض، الارض عندي عقد خالص منتهي ومنتهي، العقد بتاعي بتاع الارض. هو
وفعلا معظم المشاريع السكنية أصحابها بيعملوا كده، بيلموا طبعا الفلوس الخاصة طبعا بقيمة المشروع، وبعد كده يبدأوا في عملية أو يشرعوا في عملية البنى والتشييد الخاصة بالمشروع. ولكن أنتوا عكستوا الموضوع، أنتوا مش محتاجين ده. إحنا تنزلنا عن 20 فدان وخدنا ال 20 فدان بعقد من الهيئة، أصبحت ملك لينا. فعشان كده ابتدينا ننظم حاجتنا، نعمل شغلنا بالراحة ونشتغل صح، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن رب العالمين. كمان هينعكس بشكل إيجابي فندم على يعني التصميمات الخاصة بالمشروع والانتهاء بشكل سريع منه يعني. ده اللي حصل، عشان كده قلت لسيادتك إحنا بإذن رب العالمين هنسلم في 2024، وإن إن إن ما عندناش كلمني عن دوركم انتوا كمبيعات، ايه الدور اللي انتوا بتقوموا بيه، وايه اللي بتقدموه من مزايا او مميزات لعملائكم النهارده من خلال هذا الكومباوند اللي انتوا بتطرحوه؟ طيب احنا درسنا السوق كويس جدا من ناحيه العملاء، من ناحيه المبيعات والتسويق، قبل ما نفكر ان احنا نطرح المشروع، لان الكلاينت بتاع الشيخ زايد كلاينت يونيك، برايس اورينتد وسيرفيس اورينتد. فاحنا اهتمينا بالماكسيمم ليميت اوف فينيشنج مع اقل سعر واطول بيمنت بلان، ودي المعادله الصعبه اللي اي ديفلوبر بيفكر ان هو يعملها وهو بيلونش مشروع زي ده. البروجكت بتاعنا مساحته حوالي 20 فدان، انا طرحت جزء كبير منه، ده الكوميرشال ستراب مول. الستراب مول ده انا هدخل فيه اكبر عدد من البراندات العالميه والمحليه، من ريتيل، من اف ام بي، من صيدليات وسيرفيسز. طريق محور الريفيرا ده هيبقى المدخل الرئيسي من الشيخ زايد للصحراوي، من الصحراوي للشيخ زايد، فده هيعلي لي الاسد بتاع السكني عندي هنا. تارجت الاند يوزر ان انا اديله فين شقه متشطبه بالتكييفات وبالكيتشن كابنز، تسليم مفتاح ان هو يخش يسكن في البيت بتاعه على طول، وذن 3 سنين ونص أو 4 سنين ماكسيمم يكون الكومباوند كله طالع، فيش ولا حد هيبدا ان هو يشطب الشقه بتاعته بمعرفته او الكلام ده كله. كله هاي ستاندرد، ما بين فينيشنج، ما بين واجهات، ما بين كل حاجه فيري فيري هاي ستاندرد. هطرح المتر اقل من اقل مطور حاليا قدامي او بينافسني او في منطقه اكتوبر او في منطقه الشيخ زايد، وده علشان انا ما عنديش اقساط للارض او ما عنديش فلوس على الدولة أو الكلام ده كله، أنا عندي بالجهود الذاتية ما عندكش قيود بتحكمك يعني. بالزبط. طيب بما إن حضرتك بتتكلم بقى عن الأسعار، كلمني بقى عن أسعاركم، بتتراوح من كام لكام، المساحات الخاصة بالوحدات، طبيعة الوحدات نفسها مساحتها قد إيه؟ طيب أنا الوحدات عندي كلها 3 بيدرومز و4 بيدرومز، تمام؟ بتبدأ عندي من 126 متر لغاية 209 متر، كلها متشطبه بالتكييفات وبالكيتشن كابنز، واسعارها بتتراوح من 18000 جنيه المتر، في اقل شويه وفي ازيد شويه. اللونش بتاعنا ان شاء الله هيبقى في نص 2، احنا دلوقتي بين كولكت اي ايز علشان نشوف انا اقدر افتح قد ايه في المرحله الاولى بتاعتي. المرحله الاولى بتاعتي انا متارجت ان انا ابيع فيها ان شاء الله بمليار جنيه مبيعات عقوديه. مليار جنيه دول هيبقوا في متوسط ال 200 او 300 يونت، لانه متوسط سعر التذكره عند الافريج تيكت سايز حوالي 2.5 او 2700 2800، من ال 126 لغايه ال 209. طبعا انا عامل 360 ديجريز جرينري على كل العمارات، يعني كل العمارات واخده فيو لجرينري، في جرينري وشارع، وفي جرينري وكلاب هاوس، في جرينري مثلا ووتر فيتشرز. ده اللي بالجزء بتاع الاند يوزر اللي جاي يسكن عندي. بالنسبه للجزء بتاع الانفستور، زي ما احنا شايفين الاسد العقاري دايما في اب ترند عندنا في مصر، مفيش داون ترند ابدا في العقارات، فهو الملاذ الامن لاي حد عايز يحط فلوسه في حاجه دايما بتزيد معاه. فانا عملت جزء جوه الكومباوند، احلى حته جوه الكومباوند عملتها بجيتد كوميونتي مقفوله، هتبقى اوتيل ابارتمنتس. اوتيل ابارتمنتس دي هسلمها متشطبه بالتكييفات، بالفرش، بالعفش، بالاجهزه الكهربائيه، بكل حاجه، تسليم مفتاح على كل حاجه، زيها زي السويت الفندقي بالظبط. وده اللي ما حدش نسبيه في الشيخ زايد، انا بضمن اتنين فاكتور، ده الفاكتورز المهمه لاي مستثمر. الكابيتال ابريشيشن، ان اليونت دي بتزيد بسعر معين او بمقدار معين خلال سنين معينه بتاعت الاستثمار، دي انا بضمنها له في العقد بتاعه ان هو اليونت بتاعته بتزيد
مينيمم 5% كل سنه، وبضمن له الريسيل. دي اللي محدش عارف يضمنها لاي كلاينت في الشيخ زايد بالذات. ايه التسهيلات او التيسيرات اللي بتقدمها الشركه فيما يخص انظمه السداد؟ انا عامل بيرم بلانز لغايه 10 سنين ايكوال انستولمنت، وعامل كمان نظام اسمه ابلودد اللي هو هريح الكلاينت ما قبل الاستلام وبعد الاستلام هبدا احط عليه دفعات. حد الاستلام عندي يتراوح من ال 40%، يعني الكلاينت هيستلم وهو دافع في افريج ال 40%، وده برده محدش عمله. والداون بيمنتس عندي بتبقى في متوسط 10% يا اقل وفي اعلى. عشان احجز وحدتي ممكن ادفع قد ايه من قيمه الوحده؟ 200,000 جنيه 10% متوسط، يتجاوز ال 10%، ممكن اكتر لو هتدفع اكتر هدي لك مثلا ديسكاونت للتعديل لتعجيل السداد. الكلام ده كله احنا فليكسبل جدا في البيمنت بلان بتاعنا. يمكن عشان الشركه لاول مره بتقدم هذا الكومباوند او بتطرحه على العملاء، بتضع فيه او بتحط فيه خبره السنين وبتجمع فيه خبره السنين وبتقدمه لعملائها، وده بينعكس طبعا بشكل ايجابي وبيعود بالمنفعه طبعا على كل من يرغب في امتلاك بيت عصري وبيت حديث بتتوفر فيه كل سبل الراحه والرقي. كلمنا عن هذا الامر. طبعا حضرتك احنا يعني فعلا كل السلبيات حاولنا ان احنا يعني نطلع بره كل السلبيات اللي ممكن تأثر على راحة السكان عندنا، بحيث ان احنا عندنا كل حاولنا ان احنا نعمل تصميم عصري، حاولنا ان احنا نعمل فراغات مربعة، حاولنا ان احنا نعمل توجيه المباني كلها بحيث ان هي تبقى توجيهات مناسبه بيئيا للمنطقه اللي احنا فيها، بحيث ان احنا نضمن تهويه صحيه مناسبه جدا لكل السكان وكل الوحدات. حاولنا ان احنا راعينا الزوايا بتاعت الشمس، راعينا التهويه، التوجيه بتاع المشروع كله، راعينا في التصميم بتاعه ان هو يبقى كل المشروع متوجه توجيه بيئي مظبوط. حاجات يمكن لأول مرة الناس بتصمم على هذا الأساس في مصر أو بتراعيها. طبعا يعني في ناس راعتها بس مع التنفيذ بتواجه بعض السلبيات، بس احنا الحمد لله تغلبنا على كل السلبيات اللي عندنا في المشروع، قدرنا ان احنا نوصل بواجهتنا ان هي تبقى واجهات عصرية في نفس الوقت واجهات بيبقى فيها شوية كاسرات، بحيث انك انت تضمن الشمس والظل وتضمن انك انت عندك حاجه ان شاء الله باذن الله خدميه وعمليه وفي نفس الوقت جماليه على احدث الطرق. فاهمني حضرتك؟ ابتدينا ان احنا نفتح الطرق بشكل او باخر بحيث ان احنا نضمن ان الناحيتين بتاع الطريق، عارف حضرتك الناحيتين بتاع الطريق بيبقى في ناحيه قبلي ناحيه بحري، ابتدينا ان احنا نتلاشى كل المعوقات ديت في التخطيط بتاعنا. ابتدينا ان احنا حضرتك الجزء بتاع تهويات الحمامات والمطابخ راعينا كل دوت معانا، عملنا المناور بتاعتنا اكبر من المطلوب الدوله طالباه علشان خاطر نضمن تهويه وموضوع يبقى فيه عايز اقول ايه اللي هي التهويه الصحيه المناسبه للمشروع. عمرو كلمني عن الشق المالي الخاص بمشروع المشروع السكني او كومباوند جنوفا الشيخ زايد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضراتكم منورنا النهارده ان شاء الله وتكون بدايه كويسه لينا باذن الله كاول كومباوند في الشيخ زايد. احنا بالنسبه لنا الموضوع بدا بقالنا فتره من بدايه اول 2020 حطينا دراسه جدوى للمشروع بالاستيميتد الوحدات اللي هتتباع بكذا حاجه. طبعا التكلفه كان بيهمنا اكتر حاجه واحنا بنعمل دراسه جدوى ان انا اركز ان انا اوصل لاقل تكلفه واحسن جوده ممكن تتم، ودي طبعا دي المعادله الصعبه اللي احنا بنحاول ان شاء الله نوصل لها ويكون ده باذن الله باين في التنفيذ ان شاء الله باذن الله. كان اهم حاجه واحنا بنحط دراسه الجدوى بتاعه المشروع ودي اللي موجوده في كل شركات العقارات حاليا دلوقتي هي الالتزامات الحكوميه بخصوص تحويل النشاط من زراعي لسكني.
طبعا الرقم بتاعها هادئ جدا. انا بالنسبه لي الموضوع ده ما عنديش مشكله فيه، لان انا الارض بتاعتي خالصه المرفق والتقنين، ما عنديش اي التزامات مستقبليه مع هيئه المجتمعات العمرانيه او جهاز مدينه الشيخ زايد خاص باقساط او مبالغ متاخره على الارض. لا بالعكس، انا كل الارض خلصت الثمن، فده بالنسبه لي اداني اريحيه في ان انا اقدر احط التكلفه بتاعتي كويس جدا، اقدر اعمل برايسنج كويس. طبعا زي ما الناس اتكلموا، الاستاذ هشام ومهندس مجدي، ان هم اتكلموا في موضوع التسعير وان السعر يبقى سعر تنافسي ان شاء الله باذن الله، في ظل الموقع المتميز بتاعنا بيدينا ميزه ان شاء الله باذن الله ان احنا نكون يعني في القريب جدا باذن الله تكون الدنيا معانا تمام باذن الله. يعني الشركه وفت كل ما عليها من التزامات ماليه وماديه بالنسبه للدوله، كل ما يخص الشق المالي. طبعا انا ما عنديش اي التزامات من ناحيه الاقساط، من ناحيه الدفعات سواء خاصه بالمرافق او التقنين، كلها خلصانه ومدفوعه بالكامل للهيئه تمام. وطبعا فيما يثبت الكلام ده كله بالاوراق والمسندات القانونيه الخاصه بالجهاز. وزي طبعا المهندس مجدي تفضل وقال لنا ان احنا ان شاء الله يعني خلال اسبوعين هنكون مستلمين القرار الوزاري، وده ما بيطلعش غير لما يكون انت مسدد كل التزاماتك، وهيطلع ان شاء الله غير مشروط، لان انا ما عنديش اي التزامات تجاه الحكومه من الناحيه الماليه خالص. قبل ختام حلقتنا معايا خبر مهم جدا من شركة جي دي هولدنج، واللي تمكنت من بيع جميع وحداتها بعد 10 أيام فقط من طرح أول مشروعاتها التجارية مول جي دي تاور 10 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الداون تاون. كريم أبو حطب العضو المنتدب لشركة جي دي هولدنج صرح أن الشركة تمكنت من بيع جميع وحداتها الإدارية والتجارية والطبية، مؤكدا ان بعد هذا النجاح الكبير التي حققته الشركة ستقوم بطرح مول جديد في نفس المنطقة، وهو مول جي دي هولدنج 9، وده بعد 10 ايام من الان، بالاضافة الى سلسلة مولات جديدة تصل الى 14 مول، لتكون شركة جي دي هولدنج في طليعة الشركات المطورة في العاصمة الإدارية الجديدة بأكبر عدد من المشروعات التجارية والإدارية والطبية. وللعلم شركة جي دي هولدنج هي شركة تأسست بين شركتي جبال للتطوير وأبو ظبي الوطنية للاستثمار في العاصمة الإدارية. نتمنى للشركة المزيد من التوفيق في استثماراتها، واللي بالتأكيد هتضيف أفكار جديدة ومبتكرة للسوق العقاري. بالخبر ده أكون وصلت لنهاية هذه الحلقة، على وعد بلقاء في الأسبوع المقبل في نفس الموعد. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.